جوي وصف بأنه عامي ويحمل معه عد على إيده السحب الركامية والعواصف والرعد والضر، مش بس هيك والبرد والثلج وكل شيء أثر على فرعين القيروان في ماركة الشمالية وفرعين الرئيسي في الحزب. وللاطلاع على آخر تطورات المنخفض معنا من فرعنا في ماركة الشمالية مراسلتنا كندا أخبرينا حدثينا، يعني احكي لنا عن آخر تطورات المنخفض الجوي في فروع القيروان. نعم زميلي شهاد، تحركت هذه العاصفة الطبية للفرع الرئيسي في مالكة الجنوبية وطافت كل طوابق الفرع من طابق الروضة مرورا بالأساسي وقسم الإناث وقسم البنين، وعجلت هذه العاصفة كالعادة كل شيء قدامها. وعلى سبيل المثال زميلي، حتى أدركت بقلب الحدث لما اقتربت هذه العاصفة من قسم البنين، توترت الأجواء وقام القسم بلملم الأوراق تلميع الطابق أذهب ومنمع ولا يعمل شديد الخوف كويس. نعم زميلتي، وماذا عن فرع مالكة الشمالية؟ نعم الحقيقة ولا الخيال، المهم بدنا غاشي، الحقيقة انه هذا الفرع وديع وجميل تسوده اجواء ربيعية هادئة طيلة ايام السنة، ولا تحد عليه مثل هذه المنخفضات القاسية والعنيفة. ولنطلعك اكثر المشاهدين على بعض تفاصيل هذا الفرع، فهو يحتوي مشاهدينا قسمين منفصلين للاساس والروضة واخر للكبار في الصف السابع، وساحات جميلة وساحات مستقلة للعب الأطفال الصغار الأطفال، وإدارة متميزة متمثلة بالسيدة هناد الشاويش. وقد احتل هذا الفرع مركزا متقدما في منافسات المدارس المجاورة والمحيطة به من كل عدو، وهم ينافسونا بالعودة زميلة المنخفض ولا إشي، حكينا كان الجو ربيعي وهادئ، فدخلت السحب الركامية العاصفة والماطرة المسحوبة بالبر والرعد والريح، وقالوا هدى المجموعة إن اعتد الزميلة ترجع لموضوعنا. طبعا إنه هذا المنخفض اصطلح على تسميات عبير على غرار منخفض شذا وسماء وواضحة وصفحة. وعندما دخل هذا المنخفض في تمام الساعة 7:45 حتى انعشقت الدنيا، الكل رايح واللي جاي واللي طالع واللي نازل، واحداث كثيره لا استطيع ان اصفها لك زميلي، الكل بيخبط ببعض. وهذا الفعل زميلي ليس له بالعاده ان يتعرض لمثل هذه المنخفضات، خلافا للفرع الرئيسي الذي تسود حاله عدم استقرار جوي دائما، ولكن سرعان ما هدات فعاليه المنخفض وسادت الاجواء الربيعيه مره اخرى. هذا الفرع زميلي قوي في وجه المنخفضات ومميز بجاهزته العاليه. هذا ما لدي زميلي، الكلمه لك، شكرا. كان الله في عون الفرع الرئيسي على هذا الجو القطبي، والى اللقاء.